كان العمل بيكتب 30 حلقة وبعدين يروح للنجم اللي مختاره المخرج والنجم يقراه يوافق عليه أو يقول الدور مش مناسب ليا. دلوقتي للأسف النجم هو اللي بيدور على النص ولازم يكون النص متظبط له وهو اللي واخد البطولة من أولها لآخرها وهو بيظهر في كل المشاهد وللأسف برضو ممكن يتدخل في إن هو يعدل في النص يعني يجيبوا النجم الأول وبعدين يعملوا العمل على النجم.